شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للغة العربية الذي يقام تحت رعاية سموه في فندق البستان روتانا في دبي بالفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري. وقد تحدث في الجلسة التي حضرها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وأكثر من 2000 خبير وباحث ومتخصص في اللغة العربية من 75 دولة حول العالم. تحدث عدد من المعنيين في مقدمهم ممثل جامعة الدول العربية الدكتور بدر الدين العللي الذي توجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا على اهتمامها باللغة العربية، والشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على رعايته الكريمة للمؤتمر. ونقل تحيات معالي الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية إلى المشاركين في المؤتمر، مؤكدا دعم الجامعة لكل المبادرات والجهود التي تصب في خدمة اللغة العربية. ونوه بدور الجامعة العربية في تعزيز مكانة اللغة العربية إقليميا ودوليا، مشيرا في هذا السياق إلى اعتماد اللغة العربية في عام 1973 كلغة رسمية من اللغات المستخدمة في الأمم المتحدة، وتأسيس مشاريع لخدمة اللغة أهمها المعهد العالي للترجمة للتوجه نحو مجتمع المعرفة والحفاظ على هويتنا القومية وسط ثقافات العالم. ودعا إلى الاهتمام بالجاليات العربية في المهجر لترسيخ ارتباطهما بأوطانهم من خلال نشر وتعزيز اللغة العربية خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة في بلاد الشتات، والتأكيد على أهمية دور الأسرة في تعليم الأبناء للغتهم الأم، وإنشاء هيئات وطنية على مستوى الوطن العربي تعنى بقضايا اللغة العربية. كما كان للدكتور علي عبد الله موسى المنسق العام للمؤتمر كلمة توجه من خلالها بعظيم التقدير والعرفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مبادراته القومية حيال اللغة العربية ورعاية سموه لأعمال المؤتمر وتفعيل دوره عربيا ودوليا لاستقطاب الخبراء والباحثين والمختصين في اللغة العربية من عرب وأجانب، باعتبار أن لغتنا هي عرضنا، من اعتدى عليها اعتدى على شرف الأمة وكرامتها. وأكد الدكتور موسى أن اللغة تتحصن بمبادرات سموه ورعايته الكريمة كقائد عربي أصيل، يؤكد كل يوم أن لغتنا يجب أن تصان لتظل رمز هويتنا وعروبتنا وتواكب لغة ومتطلبات العصر. وأشار في كلمته إلى أن المجلس الدولي للغة العربية الذي أسس وانطلق في العام 2008 من قبل منظمة اليونسكو الدولية وتأسس في لبنان، معتبرا أن اسم سموه اقترن باللغة العربية منذ انطلاق المبادرات التي تخدم لغتنا الأم وتحفظ لها حقوقها وكرامتها وأهميتها كلغة للحياة والإبداع والتأريخ. كما ارتجل الدكتور فاروق شوشة أمين عام مجمع اللغة العربية في القاهرة رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية كلمة حية فيها مبادرات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحرصه الشديد على تعزيز احترام اللغة العربية في الأوساط العربية والدولية من خلال جائزة محمد بن راشد للغة العربية وإطلاق سموه اليوم لمبادرة وضع معجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة، حيث سيكون معجما سنويا يتماشى وتطور العصر ومتطلباته ويعزز مكانة لغتنا الجميلة كلغة حياة، على أن يكون معجما ناطقا، مؤكدا أنه بإصدار هذا المعجم ستصحح العلاقة بين اللغة الأم واللهجات العامية في الدول العربية.
وأكد الدكتور شوشة على أهمية هذا المعجم بالنسبة للطلاب والدارسين والمدرسين والباحثين ولكل المهتمين باللغة العربية خاصة المستشرقين والمستعربين. ونوه في ختام كلمته إلى أن معجم محمد بن راشد سيأتي بعد أكثر من 60 عاما من وضع آخر معجمين عربيين، لهذا تتأكد أهميته بالنسبة لمواكبة اللغة لمتطلبات ومتغيرات العصر خاصة في قطاع المعلوماتية. واعتلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المنصة الرئيسية لتكريم الفائزين بالجائزة في عيدها الأول، متمنيا لهم مزيدا من العطاء وخدمة لغة القرآن الكريم الموقرة. ودعا سمو أفراد المجتمع ليكونوا سفراء فاعلين للغة العربية من خلال جعلها لغة حياة في جميع المجالات. وذكر سمو أن اللغة العربية كانت هي اللغة الأبرز في العديد من بقاع العالم، حيث كانت لغة العلم والمعرفة التي بنتها الحضارة الإسلامية ونهل منها الغرب، ويجب علينا أن نتعاون لنعيدها إلى مكانتها التاريخية من خلال العمل على ترسيخها ونشرها والاستفادة من مميزاتها التي تمنحها المرونة اللازمة لاستيعاب مختلف المعاني في جميع التخصصات. كما أشار سموه إلى أننا بحاجة إلى عدد صياغة طرق تعاطينا مع لغتنا الخالدة من خلال تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة أولى وإيصالها إلى جميع الأجيال القادمة بقوتها وجاذبيتها.